مرحبا بكم من جديد إلى موضوع اليوم الخاص بالمنطقة الإفريقية. كان لافتا أمس بالعاصمة السنغالية داكار تسليم المغرب لهبة عبارة عن نسخ من المصحف الشريف في طبعته الصادرة عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، وذلك لصالح الطريقة المريدية بالسنغال. وتعد هذه المصاحف التي سلمها وفد عن سفارة المملكة بالسنغال للخليفة العام للطريقة المريدية سيدي مختار إنباكي تعد جزءا من هبة شاملة موضوعة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة السفارة وموجهة لمختلف الطرق والعائلات الدينية بالسنغال. لمناقشة هذا الموضوع عبر الهاتف معنا اللحظة الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارا. أستاذ سكنفل مساء الخير، مرحبا بك معنا في ميدي أن تي في. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. بداية أستاذ، ما دلالات منح أو ما دلالات هذه الخطوات التي يقدم عليها المغرب على سبيل المثال منح نسخ من المصحف الشريف لمختلف الطرق الصوفية سواء بالسنغال كما وشنا الآن أو دول إفريقية أخرى؟ هذه العملية هي تدخل في إطار إحياء العلاقات الروحية الثقافية الدينية التي لها جذور في التاريخ. نعرف أن دخول الإسلام إلى إفريقيا تم عبر المغرب عبر التجار وعبر العلماء، ما أدى إلى تأثر الدول الإفريقية الغربية بالمغرب سواء من حيث العقيدة الأشعرية أو من حيث الفقه المالكي أو من حيث التصوف السني. فنحن نعرف أن عدد كبير من الطرق الصوفية موجودة في إفريقيا لها الموجودة في إفريقيا لها أصل في المغرب. نذكر مثلا طريقة تيجانية، والطريقة الموريدية هي طريقة يعني وضع أحد كبار علماء السنغال، كان من كبار المجاهدين وله ضريح في جنوب داكار تقريبا 200 كيلومتر. هذه الطريقة لها أتباع كثيرون، وما قامت به السفارة المغربية هو عمل يدخل في هذا الإطار، في إطار تقوية تلك العلاقة إحياؤها وتقوية إحياء العلاقة وتقويتها بشكل الذي يبقي تلك العلاقة قوية متينة. يعني نحن نعرف أن المصاحف المغربية هي برواية ورشين عن نافع من طريق الأزراق، ونعرف أن الدول الإفريقية كلها متأثرة بهذا الاختيار، أي اختيار قراءة رواية ورشة عن نافع من طريق الأزرق. فهذه مجموعة من الصحف من المصاحف التي طبعتها المؤسسة، مؤسسة طبع المصحف الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هي هبة تدخل في إطار الهبات التي وزعها المغرب خصوصا في اثناء الزيارات الملكيه لعدد من دول افريقيا. والموضوع استاذ سكنفل يجرنا الان للحديث عن العلاقات الروحيه طبعا التي تجمع المغرب وافريقيا. في رايك او كيف على الاقل تنظرون الى طبيعه هذه العلاقات وما تاثيرها على الجانبين؟ أعتقد أن هذه العلاقات هي علاقات كما قلت، هي علاقات لها جذور في التاريخ، بمعنى ليست وليدة اليوم وليست وليدة الصدفة، هي على يعني جذور في التاريخ. نعرف أن عدد من العائلات المغربية استقرت في عدد من دول إفريقيا، كما أن عدد من العائلات الإفريقية استقرت في المغرب. فالقضية أخذ وعطاء. ثم إن الأفارقة تأثروا بالمغرب بعلماء المغرب في عدد من الجوانب، وبالخصوص في الجانب الروحي الصوفي. فكما قلت هناك عدد من الطرق، الطريقة القادرية، الطريقة التجارية، ثم تفرعت عن هذه الطرق طرق أخرى أسسها الأفارقة، ولكن دائما استنادا إلى ذلك التصور للتدين الذي أخذ من المغرب، والذي يعطي للجانب الروحي يعني أهمية كبرى، على اعتبار أن
يعني التدين فيه الجانب التطبيقي، التطبيقي العملي، وفي ذلك الجانب الروحي الذي يربط الإنسان بخالقه والذي يجعله يتحلى بأخلاق يعني المحسنين، يصل إلى درجة الإحسان. فمن خلال هذا، من خلال هذا كله نجد أن عددا من الأفارقة يأتون إلى فاس مثلا لزيارة ضريح سيدي أحمد التيجاني، عدد من الأفارقة يدرسون هنا في المغرب قبل أن يؤسس معهد محمد السادس لسكو العلم والمرشدات، كانوا يدرسون في الجامعات المغربية سواء في القرويين أو في الجامعات المغربية الأخرى العصرية أو في دار الحديث الحسنية، ثم جاءت هذه الطفرة يمكن أن نقول الطفرة في العلاقات الروحية الثقافية من خلال إفادة عدد كبير من الطلبة الذين يدرسون الآن في معهد محمد السادس تكوين الأئمة والمرشدات. نضيف إلى ذلك أمرا آخر مهم جدا، وهو أنه حين زيارة مولانا أمير المؤمنين سيدي محمد السادس حفظه الله إلى الدول الإفريقية، كانوا يستقبلوا استقبالا كبيرا، وكانوا يستقبلوا باعتباره أميرا للمؤمنين وباعتباره يعني سبط النبي الكريم. فكنت تسمع من الأفارقة لو دو سوندون دي بروفيت نسمع هذا الكلام بمعنى، وهذا الكلام كان يقال ليس يعني هكذا بمعنى بالمناسبة، ولكن الناس كانت فرحة لاستقبال أمير المؤمنين سبط النبي الكريم، وهذا الأمر كان دائما في وجداني الأفارقة. وكما قال يعني مولانا الحسن الثاني رحمه الله بأن المغرب جذوره في إفريقيا، هذه هي الحقيقة التي لا يمكن انكارها أي أحد. ويدخل أيضا في هذا ما قاله مولانا محمد السادس في الخطاب بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، من أن المغرب وإفريقيا جسد واحد وحياة واحدة، ومن هنا يدخل كل هذا الأمر في جانبه الروحي وفي جانبه الثقافي، مما سهل علينا نحن استقبال إخواننا الأفارقة في هذه الظروف التي يعيشونها وقبولهم مع ذكي يعيشوا معنا، لأننا لا نجد أي فرق بيننا وبينهم. طيب، وإدماجهم في المجتمع المغربي. نعم. ذكرت أستاذ سكنف الطفرة في هذا الإشعاع المغربي الإفريقي ودور الزيارات الملكية إلى عدد من الدول الإفريقية. هناك كذلك إقامة ملتقيات دينية هنا في المغرب تجمع أطياف هذا التنوع الطرقي في إفريقيا. أريد رأيك بالنسبة لدور هذه الملتقيات الدينية في تعزيز هذا الإشعاع المغربي على المستوى الديني والروحي في القارة السمراء. هو هذه اللقاءات لا يمكن إلا أن تكون لها تأثير كبير في تقوية هذا الإشعاع. ولماذا؟ لأن الأفارقة يعتقدون، هؤلاء كما نعرفهم وكما عشرناهم، يعتقدون أن لهم صلة روحية كبيرة بالمغرب من خلال مدينة فاس بالخصوص، ومن خلال يعني ضريح سيدي أحمد التيجاني على الأخص. فهذه الملتقيات التي تقام هنا كما هناك، كما في بلدان إفريقيا خصوصا في السنغال وفي مالي، يعني هناك عدد من الملتقيات يحضرها عدد من المغاربة، من العلماء المغاربة ومن مقدمي الطرق الصوفية سواء التيجانية أو القادرية، وحتى المريدية تستدعي عددا من مقدمي الطرق في بلدنا. هذا كله يؤكد على هذه الصلة الروحية الثقافية الدينية، ما يعطي ذلك التميز للتدين الإفريقي الممزوج بروح التدين المغربي، ويعني ويعطي ذلك التواصل يعني تلقائي الذي لا تكلف فيه، ولكن فيه ذلك التعاطف المتبادل بين المغاربة والأفارقة. سيد سكنفل، تعلم أنه كانت هناك أحيانا حملات للتشكيك في هذا الإشعاع الروحي المغربي في القارة الإفريقية، لكن طبعا لم يفلح هذا التشكيك في يعني قضاء مآربه كما يقال. في رأيك ما هي العوامل التي حصنت الإشعاع المغربي في إفريقيا وجعلته يتقوى أكثر رغم كل محاولات التشكيك؟ أنا لا يعني الواقع يتكلم، لا يمكننا أن نلغي تاريخا في العلاقات
يعني اتى على هذه العلاقات حين من الدهر ضعفت، ولكن بمجرد تواصل مع اخواننا في افريقيا يظهر ان لهذه العلاقه جذور لا يمكن محوها بالمره، لا يمكن. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فعلاقتنا باخواننا في افريقيا سواء يعني نذكر عهد السعدي يعني، والعلاقات المتميزة التي كانت بيننا وبين السودان الإفريقي للسودان كما كان يقال، مالي والسنغال إلى غانا. ونذكر أيضا في عهد المولى إسماعيل بالخصوص، يعني لا يمكن بتاتا بمجرد التشكيك لأجل التشكيك نلغي هذه العلاقة. هي علاقة يعني قديمة متجدرة في دخلت فيها يعني الثقافة ودخل في والعادات، ودخلت فيها العوائل العلميه التي عدد كبير من العلماء المغاربه استقروا في افريقيا وتزوجوا ويعني وانجبوا، بل عدد من الشرفاء من الأدارسة الذين انتقلوا إلى هناك وتزوجوا وأنجبوا. فلا يمكن فقط، لماذا؟ لأن لأسباب لا نعرفها نحن، ولكن لغرض في نفس يعقوب الأمر باق كما هو. نسأل الله السلامة والعافية. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ الحسن بن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعملة صخيرات تمالا، على مساهمتك معنا. ما زال لدينا المزيد، ترقبونا بعد لحظات.